تعلن سلسلة محلات شمرة للاتصالات عن افتتاح فرعها الجديد في مدينة الدافع، الشارع الرئيسي مقابل كراج سرفيس، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا والاتصالات. أفخم وأحدث أنواع الهواتف الذكية، إكسسوارات مميزة متنوعة وجديدة. بالإضافة إلى قسم الصيانة المجهز بأفضل المختصين والأجهزة، كفالات حقيقية لجميع قطع الصيانة. الصالة متوفرة لمبيع الجملة والمفرق، موبايلات، إكسسوارات، قطع صيانة. ترقبوا سحوبات شهرية وعروض وهدايا يومية. شمرة للاتصالات تضع ثقتك في مكانها.